الولايات المتحدة كل ما تقوم به محسوب تماما من أجل احتواء الموقف وعدم التصعيد أو التوسيع. الحوثيون يواصلون تصعيدهم وليس هناك مساءلة فيما يقومون به أو محاسبة. أعتقد بأن الحوثيين هم الجماعة الأكثر خطورة من غير الدول في المنطقة لأنهم لا يلقون محاسبة في اليمن، فلا شيء يوقفهم مقابل على الأقل الميليشيات العراقية. فهناك الحكومة العراقية التي تحاول احتوائهم والعمل معهم، وذات الأمر بالنسبة لحزب الله فهو ينبغي أن يخلق على الأمور السياسية في الدولة، ينبغي أن يحتوي نفسه وهو يخلق عن إسرائيل كذلك، وبعض من الشعب اللبناني الذين يعادون حزب الله أو يعارضونه. أما الحوثيون على الصعيد الآخر فهم ليسوا محاسبون البتة، ويواصلون تلقيهم الدعم من قبل إيران ربما عبر وسائل مختلفة. فإذا ليس هناك ردع ليوقفهم، وأعتقد لا أعتقد بأن الولايات المتحدة ستقوم بأي أمر إضافة إلى هذه الضربات الوقائية والضربات الاستباقية. ربما يمكن أن يصعدوا بالنزر اليسير إذا وجدوا بأن هناك أي قيادة متصلة لبعض من هذه الضربات، فربما يقومون بذلك. أما سوى ذلك فلا أرى بأنه سيكون هناك أي تصعيد حاليا. إذا ما